السلام عليكم يا أحلى عائلة تعشق الهامسترات في اليوتيوب. عدت إليكم بفيديو جديد عن الهامسترات. اللي متابع قناتي حيكون عارف أنه حاليا عندي 4 هامسترات روسية، 2 إناث و2 ذكور. سبق وشاركت معاكم الولادة تبع الهامسترات الرمادية، فحاليا راح أشارك معاكم الإنتاج تبع هذه الهامسترات البيضاء، وراح أورجيكم كم العدد اللي وصلت له حاليا من الهامسترات. إذا استمريت على هذه الحال ستصبح عندي مزرعة هامسترات أو مزرعة فيران. المهم هون عندي في هذا القفص الهامسترات البيضاء، الأنثى سميتها فشار والذكر سميته مارشميلو. هذا هو الذكر اللي تكلمت عليه في الفيديوهات السابقة إنه كان لونه بيتغير، وفي هذا اليوم أعتقد كان اليوم الثاني على ما أعتقد صورت لكم الصغار، حسبت عددهم كانوا 8 صغار، وهون بيكون ثالث يوم. ما صورت لكم يعني يوم بعد يوم بالتفصيل لأنه ما كنت أحب أزعجهم كل يوم يعني أشوف العش، رغم انه ما بيكون في تغيير لحد اليوم 12 بيكون فتحوا عيونهم قليلا او بدأوا في تناول الاكل. فالهامسترات معروف عليها يعني بتكبر بسرعة، فلما بلغوا 12 يوم لاحظت انه الام بدأت تاخذ الاكل من الصحن الى العش، وبدأت تعطيه للصغار، والصغار بدأت يعني تتعارك على الطعام. يعني هاي هي اللحظة اللي بتعجبني في الهامسترات، يعني صغيرين عيونهم مغمضة، لاحظوا كيف يعني يتعاركون على الطعام. ما شاء الله سبحان الله. يعني وفي هاي اللحظة على ما أعتقد كان اليوم 22 أو 23 على ما أعتقد، المهم قرب موعد الفطام. مثل ما أنتم شايفين يعني 4 لونهم أبيض و4 لونهم رمادي، حطيتهم في هذا القفص الزجاجي. يعني خلاص شلتهم من الأم والأب، تركت الأم ترتاح شوي. ومثل ما أنتم شايفين يعني رغم أنه الأكل موجود بكثرة في القفص، إلا أنه الهامستر لازم يأخذ قطعة واحدة ويتعارك عليها مع إخواته. فالحمد لله المرة هذه نجح معنا الإنتاج، لأنه صار لزمان ما سوينا إنتاج في القناة بالنسبة للهامسترات، ولاحظت أنه الإنتاج في الهامستر الروسي يعني بيكون سريع وبوفرة وبكثرة. في هاي الجهة من القفص عندي 6 هامسترات من الهامستر الرمادية، وفي الجهة الأخرى عندي 8 هامسترات من الهامستر البيضاء يلي فطمتهم حاليا في الفيديو. وحاليا المجموع بيكون 13 صغار و4 من الوالدين، المجموع بيكون 17 هامستر. ما شاء الله ما شاء الله. فأعتقد أنه وصلنا لنهاية الفيديو، فأشوفكم في الفيديو القادم، لأنه الفيديو القادم سيكون فيديو صادم، لأنه أنا حاليا يعني بعملكم مونتاج للفيديوهات القديمة، والحديثة راح تكون صادمة الصراحة لأنه أنا انصدمت فيها، ومن الأخطاء اللي وقعت فيها ومن المشاكل. المهم ما أحرق عليكم المفاجآت، راح تشوفونها في الفيديوهات القادمة. وبس أتمنى أنه يكون الفيديو نال إعجابكم وأعجبتكم كثرة الهامسترات، لأنه أصلا أنا بسوي الإنتاج عشان أسوي لكم الفيديوهات. وأشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.